يعني تخيل انت تروح حق طبيب، تروح تقول له راسي يعورني ولا فيني شيء الفلاني، يقول لك بسوي لك فحص، قول له لا تسوي لي فحص. زين انت عطني معلومات، ايش ماكل، شارب، عطني شنو حياتك، اعراضك، يقول لا ما ابي، ما اقول لك بس انا يعورني وعطني هذا. فشنو تعطي؟ تعطي مسكن، ما تعطي علاج. انت الحين لما اكاديمي يروح حق اي جهه بيعطي راي، يحتاج معلومات. صحيح. معلومات اما غير موجوده بالكويت وداتا او غير حقيقيه يجمعونها، وانا اعرف بعض الجهات شلون يحطون المعلومات والداتا اللي عندهم. احنا لما نسوي ابحاث نشتري الداتا من برا الكويت، على الكويت نشتريها، ندفع فلوس من جهات عالميه عندها معلومات اكثر دقه واكثر مصداقيه من المعلومات الكويتيه. على موضوع شلون طريقه اصلاحه، مثلا والله النموذج الصيني او النموذج الكوري ولا النموذج الامريكي، مثل ما ان انا اعتقد ان الاصلاحات المتجزئه او القوانين اللي قاعده تطلع بنسميها اقتصاديه لحل بعض المشاكل هي اخطر على الاقتصاد من الوضع الحالي، ايضا ان انا اروح بتبنى تجربه الدوله اطبقها على الكويت هذا جنون وتخلف، وان انا اطلب جهه عند يعني تتبنى نظريه معينه او نظريه في الاقتصاد معينه واطلبها ان تعطيني راي واطبقها بالكويت ايضا جنون، ونسميه بالكويت خبال. لان انت بالكويت ظروفك الاقتصاديه، نقاط قوتك، نقاط ضعفك، الطبيعه الاجتماعيه، كل يعني خلينا نقول مقومات دولة الكويت هي مختلفة اختلاف كل يعني أي دولة ثانية، ما في دولة تشبهنا، حتى الدول المحيطة فينا ولا دولة خليجية تشبهنا. فبالتالي أنا ما أقدر أطبق واقع خارجي على الكويت، لازم أنا أقدم حلول وفق المعطيات اللي عندي، شنو مصادر قوتي، شنو مصادر ضعفي. إن أنا أتمنى مثلا والله إن تتحول بعض الهيئات والجهات الحكومية إلى مثلا شركات أو مؤسسات وتدار بهذه الطريقة، هذا مو معناته إن أنا مثلا اشتراكي أو شيوعي، ولا معناته إن أنا رأسمالي. هو أنت لازم تبحث عن التوليفة الأنسب حق اقتصادك.